معنا أيضا مراسلنا محمد فراس من داخل مجلس النواب. محمد، ما هي آخر التطورات بعد رفع الجلسة للتداول بعد الخلافات السياسية؟ نعم. نعم، إلى الآن الجلسة هي للتداول فقط. سيد رئيس السن تعرض لوعكة صحية بسبب المضايقات من إحدى الكتل السياسية، وبسبب المشادات الكلامية التي حدثت داخل الجلسة تعرض السيد محمود المشهداني إلى وعكة صحية نقل على إثرها خارج بناية مجلس النواب بعجلة إسعاف فورية، ما يعني أن الجلسة ستبقى معلقة في مجلس النواب إلى أن يحدث مستجد آخر. هذا الأمر حدث بعد أن قدمت الإطار التنسيقي توقيعات نيابية تشير بأن عدد النواب المنضوية تحت الإطار التنسيقي 88 نائب، وعلى أنها هي الكتلة الأكبر. اعترض التيار الصدري على هذه الأسماء، على هذه التوقيعات، وطلبت من الأكبر سنا بأن يدقق هذه الأسماء. وحينما حدثت هذه المشاهدات بين الكتلتين حولت وغيرت الجلسة إلى جلسة تداولية، ما يعني أن الأمر ظل معلق، اختيار رئاسة المجلس ظلت معلقة إلى غاية هذه اللحظة، ولربما ستأخذ ساعات أخرى كثيرة، ولربما أيضا ستؤجل إلى يوم آخر. ليس تأجيلا للجلسة بشكل عام بشكل كامل، لكن الأمر سيؤجل إلى لربما إلى يوم آخر لحسمه في بعد أن تتوصل الكتل السياسية إلى توافقات محددة. هذا يؤشر ويدل على أن الكتل السياسية دخلت إلى قاعة المجلس دون أن يكون هناك توافق فيما بينها أو فيما بينها. إلى الآن طيب محمد، أنت من داخل موجودة و نعم تفضل. نعم تفضل محمد. نعم، هذا يدل على أن الكتل السياسية إلى الآن لم تصل إلى اتفاق محدد، الأمر الذي قد يعطل من اختيار رئاسة المجلس، يؤخر من اختيار رئيس المجلس ونائبيه، وأيضا يؤخر من حسم ملف الكتلة الأكبر للتقديم أو لتسمية الكابينة الوزارية المقبلة. هذا الأمر كان متوقعا لكنه مستبعدا بسبب ثقة الكتلة الصدرية، وهو ما أحدث هذا الخلل، أن الكتلة الصدرية تفاجأت من هذا العدد الذي قدمه الإطار التنسيقي، وحينما اعترضت لم يكن الاعتراض بشكل طبيعي. طيب محمد، أنت في داخل مجلس البرلمان، يعني رفعت الجلسة بعد نقل محمود المشهداني بالإسعاف إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب، وليس وقعة صحية، عفوا، ليس يعني ضربا باستخدام الايدي. هنالك كما ذكرت انا ان هنالك مشاحنات حدثت او مضايقات لم تصل الى مرحله استخدام الايدي. السيد الاكبر سنا محمود المشهداني هو رجل كبير في السن، لربما الضغط الذي اصبح تحته والكلام الذي وجه للسيد محمود المشهداني جعله يتعرض الى وعكه صحيه، افقده الوعي، لكن لم تصل الى مرحله استخدام الأيدي. الضغط الذي تعرض له رئيس الأكبر سنا بسبب ما قدم من الإطار التنسيقي بأنهم هم الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب، نقل على أثرها إلى خارج بناية مجلس النواب، لم يكن رفعا بشكل كامل، لم ترفع الجلسة بمعنى أنه ستكون هنالك جلسة أخرى، رفعت للتداول، ما يعني أنها ستبقى مفتوحة ليوم آخر وتستأنف في حال كان هنالك توافق محدد، أي أن الاستئناف سيكون جزءا من هذه الجلسة النيابية التي هي الآن مستمرة للتداول. هنالك فرق بين أن ترفع الجلسة بشكل كامل ويحدد يوما آخر للجلسة، وبين أن تكون الجلسة للتداول وتستأنف فيما بعد ويكون هي جزء تكميلي للجلسة الحالية أو الجلسة الأولى للدورة الخامسة. بالنسبة إلى الاستقالات والانسحابات من قبل بعض المرشحين الفائزين خلال الجلسة أدت يعني لأسباب مجهولة. نعم، إلى الآن لم تتضح أسباب الانسحاب. هنالك اسمين انسحبوا من داخل أو من الدورة النيابية الخامسة، حيث حل على الحيدري بديلا عن النائب المستقيل أسعد عبد الأمير العيداني، وأيضا علي فرحان حميد انسحب ليكون
بدلا عنه النائب العلواني الذي يعني لربما يعني نسيت اسمه، سأوافيكم أيضا باسمه وتفاصيله بعد قليل. هي انسحابات لربما تكون شخصية، إلى الآن لم تتضح ملامحها بشكل واضح، ليست أمور مرتبطة بأجندة قضائية أو لربما هنالك خلل في سي في أحد النواب وتعرض للضغط وانسحب. لو كان كما ذكرت لربما لم توافق عليه المحكمة الاتحادية، لكن لربما لأسباب شخصية أيضا سأتحرى عن الأمر وأوافيكم بهذه ستكون المعلومة معنا خلال أصل إليها. لكن لم تكن محمد ستكون معنا خلال هذه التغطيات أيضا. شكرا جزيلا لك.